تسأل نفسك كتير، هو ليه احنا بندرس الرياضيات مع البرمجة، وايه علاقتها بكلية الحاسبات والمعلومات؟ في الفيديو ده انا هوضح لك بكل بساطة ايه علاقة الرياضة بالبرمجة. يلا بينا. لأجلك يا مدينة الصلاة أصلي، لأجلك يا بهية المساكن، يا زهرة المدائن، يا قدس يا قدس يا قدس يا مدينة الصلاة أصلي. علم الرياضيات له علاقة كبيرة بالبرمجة، ومن العلاقات اللي بتربط علم الرياضيات بالبرمجة، أول حاجة الرياضيات وأساسيات البرمجة. الرياضيات توفر الأسس النظرية والرياضية اللي بتساعد المبرمجين في فهم وحل المشاكل بكفاءة، زي الجبر والهندسة والإحصاء والمنطق، وهي مهارات أساسية أصلا في كتابة الكود في البرمجة، أيا كان هو الكود اللي أنت بتكتبه بإيه، يعني أيا كان الكود بأي لغة برمجة أنت بتكتبه، فإحنا بنستخدم أساسيات البرمجة. زي مثلا الجبر والمعادلات، بيتم استخدام الجبر في حل مشاكل بسيطة زي حساب المعدلات أو معادلات تحويل الوحدات. لما بنيجي نحل problem solving في البرمجة، بيكون في سؤال مثلا لو عايز تحول درجة حرارة مئوية إلى فهرنهايت، بيتم استخدام معادلة معينة اللي هي مثلا F equal C مضروبة في 9 على 5 بلس 32. فهنا احنا استخدمنا ايه؟ الرياضة والجبر. الإحصاء تاني حاجة، في الإحصاء بنستخدم البروباليتي الإحصاء في تحليل البيانات واستخراج المعلومات المهمة، زي مثلا يمكن استخدام التوزيع الاحتمالي لتحديد احتمالية حدوث حدث في تطبيقات زي التوقعات الجوية أو التحليل الإحصائي لبيانات المستخدمين. وخلي بالك إن ممكن تكون البروباليتي دي مادة أصلا عندك في المنهج أو مادة عندك في الجامعة عموما زي الماس. الخوارزميات، الرياضيات لها دور مهم في تصميم وتحليل الخوارزميات، فهي بتساعد في تحديد كيفية حل مشكلة معينة بكفاءة. طيب يعني ايه الخوارزميات؟ الخوارزميات هي دي مجموعة من الخطوات، يعني step by step انا بمشي عليها محددة، بتساعدني في حل مشكلة معينة بطريقة محددة، تمام، عشان اوصل لحاجة معينة. طيب من سمات الخوارزميات، اول حاجه انها تكون واضحه، يعني لازم ان تكون الخوارزمه واضحه ومفهومه عشان يسهل للمبرمج او المنفذ تنفيذها بسهوله. تاني حاجه الفاعليه، من هدف استخدام الخوارزميات هو اتمام المهمه بكفاءه وباقل استهلاك للوقت، يعني انا عايز انجز واخلص، تمام. تالت حاجه الادخال والاخراج، تستقبل الخوارزمه مدخلات اللي هي الانبوت وتنتج نتائج او مخرجات اللي هي الاوتبوت. رابع حاجة قابليتها للتكرار، ان كل خوارزم من السهل تطبيقها كذا مرة على مجموعة من البيانات او المهمة المتشابهة. خامس حاجة المنطقية، يعني تعتمد الخوارزم على العمليات المنطقية والرياضية في حل مين المشكلة. سادس حاجة اللي هي تعمل الخوارزمة لحل مشكلة معينة أو تحقيق هدف محدد، إنها تكون من أمثلة الخوارزميات عندك أول حاجة خوارزمية البحث الثنائي اللي هي باينري سيرش، الهدف منها هو البحث عن عناصر معينة في قائمة مرتبة، يعني أنا عندي قائمة مرتبة ببحث عن إليمنت فيها، تمام. ازاي بتتم؟ بتكون القائمة عبارة عن نصفين، تمام، يعني جزء هنا وجزء هنا، وبنقارن بين العنصر اللي احنا عايزينه بالوسط، تمام. لو ما انطبقش عليها بيتم استبعاد احد النصفين، تمام، وبنكرر العملية دي عشان نجيب مين العنصر. تاني حاجة من الخوارزميات عندك خوارزمة الفرز السريع اللي هي sorting algorithm، الهدف منها هو ترتيب البيانات بترتيب معين، يعني انا برتب تصاعدي او تنازلي على حسب ما انت عايز. ازاي بتتم؟ في كتير من الخوارزميات اللي بتستخدم في الفرز، زي خوارزمة الفرز السريع وخوارزمية الفرز المدمجة، ودي بتعتمد على مقارنة العناصر ببعضها وتبادلها بناء على معايير معينة، يعني حاجة معروفة. تالت حاجة خوارزمية تواجد العنصر اللي هي سيرش ألجوريزم، الهدف منها هو البحث عن عنصر معين في مجموعة بيانات في مجموعة داتا. طب ازاي بتتم؟ توفر الخوارزميات البحث عن الإليمنت اللي احنا عايزينه بين المجموعة البيانات اللي هي الداتا والمستخدمة، والمستخدم بيعرف ان العنصر ده موجود ولا لا.
رابع حاجة من الخوارزميات خوارزمية ضغط البيانات اللي هي Data Compression Algorithm. طب الهدف منها هو ضغط البيانات عشان نوفر مساحة تخزين أو عرض أقل. طب إزاي بتتم؟ تستخدم هذه الخوارزميات لضغط البيانات عن طريق إزالة التكرار وتمثيل البيانات بطرق أكثر كفاءة. ثالث حاجة تشفير البيانات. الرياضيات بتساعد في تطوير تقنية التشفير وفك التشفير اللي بتستخدم لحماية البيانات وتأمين الاتصالات عبر الانترنت. طيب يعني ايه تشفير؟ تشفير البيانات هو عملية تحويل البيانات من شكل قابل للقراءة الى شكل غير قابل للقراءة. طب ايه هو الهدف من تشفير البيانات؟ يعني احنا بنستفاد ايه من تشفير البيانات؟ اول حاجة حمايتها من الهاكر. زي ايه تشفير البيانات؟ اول حاجة عندنا تشفير النصوص اللي هي Text Encryption وتشفير كلمة السر Password Encryption. بمعنى لما احنا بنعمل ادخال للباسورد على ويب او حساب على الانترنت بيتم تشفيرها عن طريق بروتوكولات امنة. تشفير البريد الإلكتروني اللي هو إيميل إنكريبشن بيتم استخدام تقنيات عشان نشفر رسائل البريد الإلكتروني لحمايتها. برضو في تشفير التطبيقات زي Application Level Encryption، وفي برضو تشفير قواعد البيانات اللي هي Database Encryption تستخدم في تشفير الداتابيز لحمايتها برضو من الهاكر. في برضو تشفير الرسومات والوسائط. في برضو تشفير الرسومات والوسائط اللي هي Media Encryption، وفي تشفير الصوت والفيديو اللي هي Audio and Video Encryption يستخدم في حماية حقوق الملكية للوسائط المتعددة زي مثلا البث المباشر. في برضو تشفير الجدران النارية اللي هي Firewall Encryption. تشفير البيانات على الفون اللي هي Data Encryption on Smartphone تستخدم لحماية الداتا المخزنة على الفون. بس كده احنا وصلنا لنهاية الفيديو. رب تكون استفدت ان احنا ليه بنستخدم الرياضة مع البرمجة عموما، او ليه بندرس الرياضة في كليات حاسبات ومعلومات. وان شاء الله هينزل جزء تاني. ما تنساش تسيب لي رأيك في الكومنت. وبس كده، سلام.